اوزع هذا الفيديو. جرد تقوم لا قدام البيت بدون اي اشعار. اذا حصلت قتله اسمعوني، انا ابرأ الى الله من دماء هؤلاء الجنود اذا كانوا مجاهدين يتقوا الله. الشاعر الجرموزي معروف، يتصل بمكتب السيد وانا جاوب. الان معانا جانب وقائي، اين انت يا ابو عباس؟ الان الطقوم منتشره حول بيتي الان. ايش سوى الجرموزي؟ ما انا داري. اللهم اني ابرأ اليك. هذا ابو سيف قال جاء توجيه من الديلمي ومن احمد المتوكل ومن الظالمين، لا حد كلمني ولا شيء. اللهم فاشهد، احنا الان على الهواء مباشره، خلوها توثق. اما انا اذا دخلوا البيت وانا حي فاعتبروني على مله بني اسرائيل. لا حد بلغني ولا حد كلمني. انتشار تقوم جنب البيت هكذا بدون اي سابق انذار. وهذا ابو سيف ادري من ان جاء، جاب توجيه من السيد عبد الملك. يا ابو جبريل، الرجال قال جاب توجيه منك ومنتشرين حول البيت. شوفوا ها، منتشرين حول البيت الان. شوفوا الطقوم موزعين حول البيت، ما انا داري بتوجيهات من جو. بدون سابق انذار، بدون سابق انذار، ما حتى الدولي شعار وجهوا فوهات الاثنعشات لا وجه الشاعر الجرموزي. الان شوفوا، لا حد وجههم ولا كلمني. يا ابو سيف ادحن البلاء وقل لي مني وجهك للهادي. الان احنا على الهواء مباشره، اقسم لكم بالله ما دريت الا والناس باب بيتي. لا حد اتصل بي، انا مجاهد بايجوا الوقائيين. طيب ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي؟ ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي وانا اجوب؟ اين الاشعار؟ اين الاوامر القهريه؟ معي كف خطاب من السيد. من اجاوب؟ خلاص ادوا الاشعار. اين الورق؟ اين الاشعار؟ يا ابو جبريل هؤلاء جاوب توجيهك؟ والله قالوا جينا بتوجيه من مكتب السيد عبد الملك. شوف الملثمين يا ابو جبريل، داعش وسط الصنعاء. ما انا لا دخلوا بيتي وعادنا بخير. اذا ما نزلت الطقم فاعتبرني على مله بني اسرائيل. اللهم فاشهد. لا اتصل بي ابو عباس، ولا اتصل بي جعفر المرهبي، ولا اتصل بي حسين عبد الكريم. جوني بانتشار هكذا دقوا الباب. لا عدل البيت حرمه، ولا الان الصوت الوحيد اللي بقي يتكلم على المظلومين الجرموزين سكته. هذا التغييرات الجذريه يا ابو جبريل. من اجاوب؟ بتوجيه من؟ بتوجيه من يا ابو شهيب؟ وليش ما ادت لي اوامر في ورق؟ نزلها عزلها عندها يا بدر. شوف يا بدر من جاء من التوجيهات. ايوه، اللهم اني ابرى من دماء هؤلاء. اقسم بالله العظيم ما يدخلون الا على جثتي. لا، ما اشوف احنا في دولة السيد الان التغيير الجذري. ادعو المجاهدين ان يهبوا الى بيتي الان، ما قد طلبتكم الا الان. شو الان واتصل، صلنا في عايض. علي الحرام نحشدهم من الجبهات. والله يشتي يسكت اسكاتي. ال 12 ذي خرجنا علي محسن بها الان موجهه على صدور المجاهدين. ثوار 21 سبتمبر محاصرين يا مجاهدين. الان الطقوم حول بيتي. شوفوا هذا هنجمة البحث حق المحافظة. بدل ما يلاحقوا أحمد سيف حاشد وذي بيلعنوا والديهم، رجعوا على المجاهدين. شوفوا الآن أنتوا على الهواء مباشرة. شوفوا والله مشعروني ولا حد اتصل بي. هذا التغيير الجذري. قلت لك يا عبد الكريم الحوثي، قلت لك يا عبد الكريم الحوثي أنت وزير الداخلية، العهد الماوري ما بشهادة تصرفات. اللهم اني ابرأ اليك من دماء هؤلاء العسكر. الله لا ردك الا جهدك. وانا لا مترجلت، فانا على ملة بني اسرائيل. ادى الورق واعطني، قول لي من يتصل بكم. ادى الاشعار. اما هكذا جاء توجيه اقتحام البيت. انزلها عندي يا ولد. انت عليك وثق، بس وثق اخر مع ملحمه. اذا رجع منهم واحد فاعتبروني على مثل اسرائيل. امسك، ايش اداهم للبيت؟
علي الطلاق لافعلها قبل السرواح انا. مرحوم جداكم. معي قف خطاب حمير من البريدين الداخلية. قف خطاب معي. معي كف خطاب، كف خطاب، مكن مكن كف الخطاب. معي كف خطاب، ليش ما الحين جاني هاك يا توجيه؟ جاء توجيه مفاجئ الان، شوفوا الطقوم حول البيت. هكذا هكذا، يعني من كلم بكلمه حق ملثمين المشكله، ما حتى بدوا وجوههم. ابرأ الى الله من الدماء هذا يا ابو جبريل، اقسم لك بالله انهم جو ما حتى شعروني شعار. تحركوا لا قدام البيت ابو صهيب منفذ الاوامر. كان با يتصل بي عبد الباسط الهادي. عبد الباسط الهادي كان با يرجع له الجامع الهادي ولا يفعل هذا الانتشار اليوم حول بيتي الان. صرنا وفعاء تقول لي يدي منها كلهم. لا ادوا لي شعار ولا توجيه، ما ادري لو تكون منتشره حول البيت. أين الأوراق؟ أين الأوراق؟ أين التوجيهات؟ معي كف خطاب يعرف، والشاعر الجرموزي ما اليوم ما زعرفونا. ليش ما ادالي إشعار أمس؟ الدولة يجيب الطقوم، الدولة تنفذ تلتزم بالقانون، ما هو يجيدك سحام على البيوت. هذا بيوت بزوار ومجاهدين، خلوني أصحح وضع. أدري عبد الكريم الحوثي الآن تقومك في الباب يا عبد الكريم، بتوجيه من جو يا عبد الكريم الحوثي؟ ثوار 21 سبتمبر دي خرجوا علي محسن وخرجوا الدواعش، الآن بيوتهم محاصرة داخل صنعاء. إيش عندي لا ما جيت؟ إني كافحت الفساد وتكلمت على المظلومين. ذنبي إني تكلمت على الفساد في القضاء. ما لو انا خايف، ما انا قدامك الان اذا رجع واحد فاعتبرني ما انا رجال. اللهم اشهد، اللهم اني الان اكمل الحجه امام العالم. وهذا اللي بيتكلم باسم الحمله ما ارضي يتصل بالداخليه الان يبلغوني. خلك بس انتم، خلكم من هناك ومن هناك بس، حد يقرب على البيت ترجلوا. لا ما اشوف من التوجيه هذا. هات التلفون يا بدر. اسمعني يا محمد. لو شي احترام لي كمجاهد، لو شي احترام لي كمجاهد ما تجيب الطريقة هذه. لا تتصلوني اتصال واجيكم لا طرف الدنيا. وش هذا الاثنعشاتي هذاك؟ انتوا دخلتوا صنعاء بسبب ثورتنا؟ هات التلفون يا ولد، قلت بدر هات التلفون. والله ما تجوا هكذا على الشاعر الجرموزي. لو قد حصل ما حصل. هذا يا ابو جبريل الدولة في قلنا بالتغيير الجذري، با تتصلوا على الشاعر الجرموزي مسلم وفاهم دين الله، با يجيب اتصال ما با يجيب الطقوم. ما الطقوم ما هو جاي يا ابو الطقوم، با يجيب اتصال. من هو اللي وجهكم التوجيه هذا؟ من هو؟ ارفعوا الطقوم. ادعي الثوار الاحرار الان بيتي محاصر بالطقوم، بدون اشعار بدون توجيه، ما ادري الا الطقوم محاصر هالبيت. اتصل، ارفعوا الطقوم الان من جنب البيت يا ابو صهيب، باجيكم. ايش ما كنت، ايش ما هذا؟ والله يا ذي اخرج الطقوم هذه، قسما بالله اني با احاكمها امام الله وامام قياده الثوره. يا اخي ارفع الطقوم وجاوبوا. ليش ما اتصلوا علي؟ ما زعرفوا رقمي. من هي القياده اللي وجهتكم؟ إذا هو السيد باقي باتصال أنا مسلم له قبل ما تجه. أنا سلمت له وعاد لصكم عفافيش، سلمت له وعاد لصكم ما يعرف دين الله، واليوم باتعلموني التسليم؟ عيب. أنا أعلمكم التسليم للسيد عبد الملك، وليش أنتم مثل الثمين؟ ولا شديت لي من الثمين قاعدة؟
منو هذا الملثم ذيانا؟ استحوا يا رجال عيب علي انا جايين بهذا الاسلوب. الله المستعان. والله ما شو الذي جرى بيوت الناس بدون توجيه، بدون توجيه. اذا طلعت التوجيهات، اسمعوني احنا على الهواء مباشره، اذا طلعت التوجيهات على من السيد عبد الملك فاعتبروني مرتد، ولا انا من ابناء المسجد القرانيه. التوجيه محبوك محبوك، لكن قدامهم رجال ولا كلمة. اقتحام على بيتي بهذا الطريق، شوفوا الآن اقتحام ومطوقين البيت ولا شعروني. والله ما تفعلوا هكذا يا ذاك، هي تربية هذه يدتكم لا داخل الباب ولا باي تصل بي الوقائي. أنا مجاهد، ليش ما اتصلوني المكتب؟ وزارة الداخلية أششتوا؟ وليش ما اتصل بي هذاك؟ ليش اتصل بي حسن عبد الكريم الآن وأنا جاوب؟ ارفع عطكم ذي في الباب هذا. اتصل حسن عبد الكريم يا ولد. سود الله وجيههم. بعد اتصلوا لي واجي بدون هذا الحركة وهذا اللف والدوران. يهنجموا قد معاهم تقوم مليوم. دخلتوا بطقم الاطفاء القحوم والجرموزي بس من داخل خيوان ودنان وعمران لا ما وصلنا للفرقه. والان قد معاكم تقوم برقعه وناس من الثمين. هذا التمكين. الله الان بينظر كيف تعملوا في المستضعفين. اتصل بقول له يتصل بي، يستحي على وجهه، يستحي على وجهه حسن عبد الكريم ويتصل بي وانا جاوبه. اقسم بالله لا ما طلعت التوجيهات من عند اللوبي العفاشي لعنته ودقني. اذا طلع التوجيه من السيد عبد الملك فالجرموزي مرتد. السيد اكبر واسماء انه يدي تقوم لا قدام بيتي. والرجال قال التوجيه من السيد عبد الملك هذا. ها ما دحين من التوجيهات جت؟ السيد قفاه رجال بطرح قتله. ها انا ما يدري ان التوجيهات تخرج مرتزقه بيخرجوا بقضاء اغراض. ترجلوا علي الطلاق لو يدخل واحد لنعث والدي. خلاص لعن والدي هم من شق حيقه تقوم حيق. ايش الدابة انتم السفلة هؤلاء؟ ترجلوا بس ولا لا يدخل الا جثث. منتشرين على البيت، شوفينهم ها متخبيين قفل البيت. شوفوهم الآن مباشر على بيت الشاعر الجرموزي الآن ملتفين. شوفوا ليش نكافح الفساد؟ ليش نتكلم عن الظلم والظلمة؟ ذنبي الوحيد يا رجال ليش تكلمت على الفاسدين في القضاء؟ ذنبي الوحيد ليش تكلمت على المنظومة الفاشلة؟ ذنبي الوحيد ليش كافحت الفساد ونفذت توجيه السيد عبد الملك؟ قال أي مجال أي فاسد اخلصوا ظهره. الآن بيخلصوا ظهور نحن يا المجاهدين.